ساعة أو لا، ساعة الأكسجين على حسب هذا، على حسب الوضعية ديالي وكيفاش مشيت أنا، وأنا ما يضربنيش البرد، خصني البرد ما يضربنيش. المهم وروني هاد لي برودوي فور ايفر، والحمد لله استعملتهم. قلت أنا كيف ما بغى يكون حال، أنا مشيت قريت عليهم لقيتهم إلا نفع، إلا ما نفعونيش ما غاديش يضروني، دونك قلت والله تنديرهم. عطاوني قالوا لي على الأقل راكي ما غتقطعيش مدة ديال 3 شهور، وأنا كنت كنحط 100 ألف درهم عندي شهريا في الفرماسيان غير ديال الدواء، والدواء كنت تشوفوا كيفاش ردني بالنفخ، غلاضيت حتى ما بقيتش قديت نتحرك بقوة داك الدواء. راكم عارفين الدواء لازم كينفخ. دونك ملي درت هذوك درت ديك التريتمون ديال 3 شهور، الحمد لله اللهم لك الحمد. وما يكون اي واحد يكون مريض هكا، لازم نتمنى من الله يوصلوا هذا الميساج هذا، ويدير النية ويدير هاد التريتمون هادي، راه ما عمره غادي يندم. اللهم لك الحمد، دابا 12 عام هادي ما شفت الطبيب ديال الحساسية ولا وصلت ليه غراس على هاد لي برودوي ديال فوريفر. 3 شهور تريتمون ديال 3 شهور، تهنيت من الطبيب ومن اللازم، وليت ناكل عادي، وليت نتحرك عادي، وليت كنجلس في اي بلاصه. كنت ما نقدرش نجلس في بلاصه اللي يكون فيها الكوروندير، ولا يكون فيها شي بلاصه فيها الزرابي، شي بلاصه اللي فيها الغبره بصفه عامه. انا ديما دايره الزيف على نيفي باش ما نستنشق شي حاجه، ما ندوش حدا الجوطيه، ما ندوش حدا الا كانت البلاصه مغبره ما نقدرش نجلس فيها، ما نقدرش نوقف فيها. المهم معاناه، اللهم لك الحمد. الحمد لله على كل حال، والحمد لله اللي جاب ربي هاد لي برودوي هادو كانوا لينا سبب. واي بنادم ما يترددش ويدير النيه، لان قد ما قلنا ديك الحاجه اللي ما غاديش دير، ربي سبحانه وتعالى جاب فيها الشفاء هاد لي برودوي هادو. وشكرا بزاف، سمحوا لي الا طولت عليكم. يلا الله يعاونكم.